شرف طبعا لي. متوقعين ان انت اكيد مبسوط بعد اللي شفته امبارح ولا أكيد ايه؟ اكيد اكيد طبعا. اكتر الامور اللي بسطتك ايه؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. الاستقبال الحافل من الشعب الاسواني والمنظومه الاسوانيه كلها للنادي الاهلي، لمنظومه النادي الاهلي ولفريق النادي الاهلي، حاجه كانت بصراحه ساعدتني جدا، ودي ادت طاقه ايجابيه قبل اللقاء للنادي الاهلي. انت عارف طلع من مباراه الهلال الامور كانت مش متظبطه شويه، فالحمد لله دي اعطتنا برضو ايه طاقه ايجابيه، والمباراه كانت ساعدت على التعافي النفسي والدوافع طبعا للنادي الاهلي للمباراه ديت اكيد، والاستقبال الجماهيري اللي هو ما شفناهوش من فتره كبيره في الدوري المصري، اللي هي بالمباريات اللي بتبقى خارج القاهره في المحافظات، المصري الاسماعيلي المحله المنيا. الماتش بتاع امبارح فكرنا بالاجواء اللي كانت قبل كده في الزمن الماضي، يعني زي ما بيقولوا يعني الزمن الجميل. الشكل كان مميز جدا جدا. صح. حتى جماهير النادي الاهلي ادت دفع كبير جدا جدا لفريق النادي الاهلي امبارح. صحيح. تفضيل اجواء المصاحبه للمباراه، رؤيتك للمباراه نفسها بقى. المباراه طبعا مع كل الدوافع دي وكل اللي حصل ده قبل المباراه ادى حافز كبير جدا. بتنعكس اكيد. وانعكس بايجابي لصالح النادي الاهلي بعد مباراه الهلال. الاهلي قدم شوط ولا اروع امبارح. لعب مباراه كبيره جدا جدا بالاخص الشوط الاولاني. اللعيبه بعض اللاعبين طبعا كلهم قدوا، بدايه من الشناوي، وكل واحد كان ليه دور في المباراه. أكيد. بس اللي كان مميز جدا جدا وخد نجم اللقاء حسين الشحات، طبعا رغم ان هو ما سجلش في اللقاء بس عمل اسيستات رائعه، ثلاث اهداف. طبعا نيجي لمروان عطيه، البدايه بتبقى من عنده. أيوة. بس اللمسه الاخيره لحسين الشحات، وجود كهربا في الملعب ادى عامل مؤثر جدا لخط هجوم النادي الاهلي. طبعا من اداله فعاليه بما يملك من امكانيات عاليه جدا سواء على الارض او حتى في الحاجات العاليه. والتحركات بيساعد اللعيبه اللي جايه من نص الملعب، بيفتح مساحات، وبصراحه صنع الفارق. يعني بدايه من الهدف اللي هو احرزه الاولاني من الاوفر بتاع حسين الشحات. أيوة. عطى قوه وعطى باور لتيم النادي الاهلي. ان بعديل تالق قفشه في التسجيل، عبد القادر، بس اللي كان لافت للنظر قوي قوي حسين. ودي حاجه كويسه جدا، بدايه بعد ماتشات كاس العالم للانديه ابتدى يرجع لمستواه اللي هو كان بادئ بيه مع النادي صح. الاهلي. حسين لعيب كويس جدا طبعا ومميز. لما بيكون فايق بيفوق الناس اللي هي في الثلث الاخراني. صحيح. ثلاث اهداف جمال، عطوا معنويات عاليه جدا، وعطوا ارتياحيه لمستر كولر. ان برضو انت لما بتسجل في الاول يا كابتن كريم بتديك ارتياحيه للفرقه واللعيبه، وبالذات لما انت تكون مسيطر ومستحوذ، بس يكون الاستحواذ ايجابي بتسجيل اهداف. فدي عطت الاهلي افانتاج كبير ودعمت الصداره.